المصارعة هي فن، هي عبارة عن مسرح رياضي ودرامي. هو رياضي بالمقام الأول ثم درامي، هو فيه دراما. كانت في واحدة من الجمهور في رسلمانيا الأولى قابلوها من الجمهور، كان تعطي تعبير حلو رغم أن في الثمانينات وأول التسعينات الناس كانت تظن أن المصارعة حقيقية. هي من ذاك الوقت قالت كلمة حيل عادلة وحلوة، يعني قالت المصارعة هي دراما ذكورية. يعني هي واعية أنها تمثيل، ندري أنها تمثيل. يعني بطوط يبدي يقول طالع مصدقين أنها صدق، ندري أنها تمثيل بس أنها استعراضية. هو اللعب حلو مدروس متعوب عليه. المهم، فهي من قالت هذه الكلمة أحس أن يعني أعطتني هذه الخلفية الثقافية أن أقدر إيش كثر هم تعبوا على دراسة هذا المشهد. ف بس يعني أنا ودي إني أسولف بس مالي خلق. ليه؟ لأني مشيت لي ساعتين وراي شغل الحين وريجي ناشف من بقي من صوتي. ويلا السلام عليكم. أمانة سولفوا معي رغم ان انا الحين مالي خلق اسولف، بس تحكوا تحكوا خلوني ادق سلفه. يلا.